بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الإخوة والأخوات الأعزاء في ماليزيا الحبيبة نبعث إليكم برسالة شكر وامتنان على ما أوليتموه من اهتمام في هذه الزيارة المباركة نشكركم على جهودكم المباركة وعلى حسن استماعكم وعلى اهتمامكم بقضية القدس والمسجد الأقصى وأتينا إليكم برسالة نحمل وابعثنا بها إليكم تحمل هم القدس والأقصى واليوم نريد منكم أن تكون لكم البصمة في تحرير القدس والأقصى في مساندة القدس والأقصى في مساندة ودعم أهل القدس فالقدس تنتظر منكم الكثير فجزاكم الله خيرا وبارك الله بكم لقد أتينا نحمل رسالة القدس فوجدنا أن رسالة ماليزيا أقوى بكثير وسننقلها إن شاء الله تعالى إلى إخواننا في القدس كي نقول لهم أننا لسنا وحدنا وأن ماليزيا وأهلها رجالا ونساء يقفون خلفنا إلى حين النصر والتحرير بإذن الله إلى حين أن نلقاكم فاتحين محررين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.